مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، اليوم خرجنا الشوارع كما العاده ديال الدار البيضاء وبكل تواضع باش نسولوا الناس على واحد المثال شعبي قح اللي هو تعلم الحسانه فريوس. الى بغيتوا تعرفوا النص ديال المثال الاخر خليكم معنا بكل تواضع. ميكرو فريد يقول المثال، اليوم خرجنا نسولوا على واحد المثال اللي هو تعلم الحسانه فريوس اليتامه. تعلم الحسانه فريوس اليتامه. فريوس اليتامه ما عمر شي حلاق تعلم لك فراسك بكل تواضع. بزاف ديال الناس دربوا فينا اش غادي نديروا، باش بالمقص ولا بديك الماكينه ديال الدزان كانوا كيمضوا المصاب بديك الجلده وكانوا كيكرطوا لنا في القياطن في كل تواضع. هذا ما بقاش حلاق، هذا ولا مجرم ولا مخرج مخرج ومدخل. واش ضرك دابا في هذه الحسانه اللي كيديروا الدراري دابا السميطه وهذا الليميش هذا وتشي بالراس وكيوقف راسه بحال شاد فيه بريز ديال الضو بكل تواضع؟ واش غادي نقول لك دابا هذا العصر هذا كل واحد وكل وقت وقتها. دابا هذا الوقت هذا اللي حنا فيه كل وقت هو كل واحد كيلغي بلغاه. دابا انت كنتي في الوقت ديال الهيبي. لا كنا في الوقت ديال الفليبي. ديال الفليبي بكل تواضع. تحياتي. الله يحفظك الله ينورك. غنعطيك واحد نص مثال وتكملنا النص الاخر. تعلم الحسانه فريوس اليتامه. فريوس اليتامه. ما عمر شي حلاق تعلم لك فراسك برقعك بكل تواضع. لا انا بالعكس، انا عندي حلاق صديق ديالي مده ديال 35 حتى 40 سنه. وكنحسن عنده يعني حلاق ذو اصاله وذو تقاليد وكحسن كيحسن لي بطريق المعقول وكيعرف الحسانه ديالي ما كان وحلش معاه. كندخل كنحسن كتبسم بكل تواضع وكنخرج ما كيكونش عندي اشكال. ما عمرك درتي الهيبي؟ هيبي درناه في واحد الوقيته لان عندي 64 عام درنا الهيبي، ولكن كانت الموجه ديالو. ولكن من بعد كانت الموضه. كانت الموضه ولكن ماشي بحال هذا. ودابا اش ظهر لك في هذه الحسانه هذه الموضه اللي كاينه دابا؟ الموضه هذه ما حسانه ما والو، لانه كتلقى واحد موقف شعره بحال اللي شاد فيه بريز ديال الضو. لانه النص ديال المحسن، النص ديال الشعر ديالو، النص مخليه مبرقع راسو ديال الالوان، هذه ولات يعني حلاقه ديال الدومه. الدومه بكل تواضع. بكل تواضع، لان المونيكات هما اللي كيديروا هذه الحسانه هذو. في الشينوا راه كتشوف كيديروهم باش يضحكوا الدراري وهذا. انا كنش ما نظنش راجل كيكون عنده قيمه وعنده مستوى وعنده ثقافه عاليه ولا انسان جامعي ودير تحسين هكا. شي ميساج ليهم لهاد الشباب دابا؟ وهذا الميساج لهاد لا جونيس هادي وهاد لا جينيراسيون، نتمنوا يحافظوا على التقاليد ديالهم ويمشوا كما مشاو جدادهم ووالديهم. راه جديد ليه جده والبليلة تفرط فيه. كيقول المثال بكل تواضع. ميكرو فريد يقول المثال تعلم الحسانه. هذا مثال معروف شعبي، تعلموا الحسانه فريوس اليتامه. اليتامه عمر شي حلاق تعلم لك فراسك؟ لا حنا ملي كنا صغار كنا يتامه، فهمتي؟ قبل ما يموتوا الوالد ديالي بعد الله يرحمه، المهم كنت صغير كنت كنمشي بحال شي يتيم، كندخل واحد الفوقي ما عرفتش بان راه ايكول ديال التكوين ديك الساعات، وكانوا كيحسنوا ليا. كدي بيضه تعطيهم بيضه كفتوح باش يحسنوا. والله الا بيضه بالله. كانوا كيديروا ديك الماكينه ديال الدزان. عرفتي داك الشيء بحال داك الشيء ديال الخرف، انا عرفتي كترومب لان ما كانتش التكنولوجيا ديال دابا نيميريك وداك الشيء دغيا ما كتحسش براسك. كان الهيبي الشعر مكريبي ديك الساعه. هيبي ومكريبي وكنا كن بكل تواضع. كل تواضع هذا خطير توختيني انت. بكل تواضع. واش ظهر لك دابا في هذه الحسانه اللي كيديروا الدراري؟ الحسنه اخويا في الحقيقه انا ما كنشجعهمش عليها، فهمتي؟ حيت حسنه ما دخلتش في المغربيه في الرجوله ديال اللي هو خص يكون مغربي فري، ما كايناش فهمتي. ودابا كيقلد شي شخصيه يمكن اترونجي، ولكن خصو يكون هو كيمارس ديك المهنه اللي كيدير هو باش تجي معاه. باش تجي معاه الحسنه. كاين واعر عاطل ما كيقرا ما عنده حتى شي حاجه وكيدير ديك التحسينه، ربما كاين تناقض. بكل تواضع. كل تواضع. هذا ميساج ليهم. ليهم اخويا. باش يديروا حسنه عاديه. حسنه عاديه. وبحال هذوك هما اللي خصهم يتعلموا فيهم، هما اللي خصهم يتساموا ويتعلموا فيهم الحجامه. الحجامه بكل تواضع. غنعطيوك واحد نص مثال وتكمل النص الاخر. تعلم الحسانه فريوس اليتامه ديال الناس الغيوان. ديال الناس الغيوان. ما عمر شي حجام تعلم لك فراسك بكل تواضع؟ لا والو والو والو. من نهار نعقل على راسي حسانه نورمال عاديه. عاديه. كنتو كتمشيو تعديوا بيضه ويحسن لكم بكل تواضع. الحمد لله. واش دارك دابا في هذه الحسانه ديال الدراري اللي كيدير؟ واش غادي نقول لك، الجيل ديال دابا ما عرفتش مضروب كيما تقول. باش مضروب بكل تواضع. ما عرفت بالطوندوز شي داير قرن شي داير نص قرن شي داير
نيكو واش يدير هادشي اللي شي يدير السوالف اييه كاينين حتى السوالف راسطا شي معري على كتافو شي معرك على معري على نواضرو بكل تواضيع جيل بفروع هذا شي ميساج ليهم واش غنقول لك الله يهديهم الله يعطيهم شي عقل وربي كبير وصافي تحياتي ليك ميكرو فريد يقول المثل غنسولو تشريف على واحد المثل شعبي مغربي قحلي هو تعلم الحسانه راس لي تامه فريوس لي تامه ما عمرك ما كنتي صغيره ومشيتي عند شي كوافور وتعلمات لك فراسك بكل تواضيع لا ما نخليهاش والو ما تخليهاش لا ما نخليهاش واش دار لك فيها الدراري اللي كيديروا هاد الحسانه هادي واش نقول لك ولدي الله يهديهم الله يهديهم كنقول الله يهديهم وكل واحد وكيفاش كيبغي يحسن راسه كل واحد كيفاش كيبغي يحسن راسه دابا تخلي انت ولادك انهم يحسنوا التحسين هادي واخا انا ما نخليهش راه المجتمع والدراري كيشوفوا محسنين المهم نخليه يحسن ويشوف واش عجباتو ولا ما عجباتوش يقتنع كتخلي لي الراي ديالو بكل تواضع خلي لي الراي ديالو